اقول لحضرتك وانت مثلا او يعني يشور عليا. ماشي، ماشي انا دلوقتي مثلا اتخرجت، وفي دلوقتي المفروض ان في كذا اتجاه، في مثلا شغل اللي هو في الادويه واغذيه وبحوث، صح؟ صح تمام. مفيش حاجه، في حاجه غير دول ولا هم دول بس على ما اظن؟ في حاجات تانية بس مش دي تبقى الكارير بتاعك، يعني في حاجات تانية الواحد ممكن يبدأ بيها يكون اكسبيرينس بس مش أكتر، لكن ما تبقاش دي يعني خلاص بشرتك المستقبلية. زي هقول لك زي تمام. إيه؟ مثلا في ناس لما بتبدأ في الغالب يعني بينزلوا، مش هقول لك بقى ميديكال ريب، لا يعني في ناس ماشي أوكي بتنزل ميديكال ريب، وفي ناس بتنزل برضو ريب بس تبع شركات مستلزمات المعامل، يعني مثلا مستلزمات. هننزل فاهم هنبيع فاهم. مثلا هنسوق لأجهزة، أجهزة المعامل، ايوه هنسوق ايوه للكيميكالز اللي الناس بتستخدمها في المعامل. على قد ما الشغلانة دي ما هي يعني ممكن تكون ما لهاش مستقبل إلا لو عملتها يور أون بزنس، على قد ما هي هتتعلم منها حاجتين، تتعلم منها معرفة الناس، أنت هتنزل بقى هتحتك بكل المعامل البحثية في الجامعات والمراكز وكمان في المصانع والشركات، فانت هتعرف ناس كتير جدا، هتكون شبكة علاقات، ممكن حاجة فيهم تؤهلك انك تشبط في شغلانة تانية. رحت مثلا لمكان فلاني انت عجبتهم فيقول لك ايه خلاص هناخدك معانا. تمام. بس حاجة تانية بتستفادها من الحكاية دي هي انك بتبقى عارف كل جهاز بيشتغل بيعمل ايه بالظبط بقى، وكمان انت بتاخد المفروض كورس عند الشركة اللي هتنزل تسوق لها دي عن ازاي الجهاز ده بيشتغل، تمام. والكيميكالز دي مثلا بتستخدم في ايه عشان تعرف هتسوقها لمين، فهتلاقي نفسك ايوه خدت خبره كبيره جدا ومحتك تقريبا بالابديت بتاع السوق كله من حيث الاجهزه واحدث الكيميكالز، لان طبعا الكيميكالز برضه فيها ابديتنج. يعني مثلا بنستخدم مثلا الميديم الفلانيه علشان انمي الميكروب الفلاني، طب ده في ايوه ميديم طلع جديدة بتتباع في السوق في وقت أقل نامي الميكروب ده، فده أول حتة ممكن إن أنت تفكر فيها كبداية بس مش أكتر، يعني بالظبط سنة سنة ونص بالكتير قوي وشكرا على كده، تشبط منها في أي شغلانة تانية. بس بالنسبة بقى لحبك لإيه بقى بالظبط، ميال ناحية البحوث إنك تعمل انا شغل الريسيرشنج ولا تعمل شغل تبقى عادي شغل ابلايد، يعني تنزل مصنع تنزل معمل. خليني اقول لك كده كونكلوجن او بريف سريع يعني عموما عن من وجهة نظري انا، خد بالك ان اي حاجه بقولها لك دي من وجهة نظر عبد الرحمن، ممكن تختلف من واحد للتاني حسب كل واحد في حياته شاف ايه وحكم على الحاجه اللي قدامه ازاي، فبس ده يعني مش رايي هو الصائب فقط، كل واحد ليه راي تمام، بس فانت برضه ايه اسمع من كذا حد وكون رايك انت في الاخر. انا من وجهه نظري انا في خلال ال 12 سنه اللي فاتوا دول في ساعه ما اتخرجت، لو انت ناوي او ميال ناحيه انك تشتغل في مركز بحثي او جامعه ماشي، في المستقبل كمان كام سنه في جامعات اهليه كتير هتفتح المفروض، وكويس ان الواحد يبقى جاهز، تمام. فخلي موضوع المنح في بالك لو ناوي انك تشتغل في مجال البحث عموما. طب عشان اسجل الماستر بره مصر الف ب وانت مغمض، هو موضوع التوفل او الايلتس ايا كان اللغه، يعني ما تضحكش على نفسك وتقول انا بدور على منحه وانت ما معكش لغه، لان انا دايما بعتبر اللي بيتخرج ده يزود سنتين من بعد تخرجه هو اكنه لسه في الكليه، مش اول شغلانه يروحها يقول خلاص هي دي الشغلانه وهي دي الكارير بتاعي ومش هغير عنها، لا لا لا، صح. انت اول سنتين دول انت بتبني لسه نفسك في كماليات، هي دي اللي هتخليك بايونير شويه عن زمايلك. شوف كم واحد متخرج نفس التقدير بتاعك مثلا، نفس التخصص نفس كل حاجه، انت ازاي تبقى انت بقى مميز عنهم. صح. فاللغه هتفيدك في المنحه وفي غير المنحه عشان تبقى عارف، يعني لو رحت شركه مالتي ناشونال هتشتغل فيها هيطلب الانجليش بتاعك، انت الليفل بتاعك فيه ايه نظامه عامل ازاي مذكورة. تمام. تاني حاجه تمام. بقى كل ما يكون السكور بتاعك في الانجليش عالي في التوفل او الايلتس كل لما هتاخد منحه نظيفه، عندك بقى منح كتير، ومش شرط اكون شغال اصلا في مركز بحثي او جامعه عشان تجي لي منحه، في برايفت سكولرشيبس كتير جدا موجوده انت بس بتركز فيها وبتسعى وربنا بيكرم يعني. طيب لو انا شغال او ميال ناحيه الابلايد، وهنا بقى الحته التانيه اللي اقول لك عليها ودي اللي افضلها، ايه هي؟ ان الواحد ما يطلعش يرمي نفسه في مجال الريسيرش على طول، لان لازم يحتك بمجال الابلايد. ليه؟
هقول لك انا عن نفسي تعرضت لدروب فتره من الفترات، كان السي في بتاعي كله خبره في مراكز بحثيه، مركز بحوث زراعيه. جت فتره قبل ما اروح جامعه دمياط قعدت ادور على شغل، ما لقيتش شغل. ليه؟ بكل بساطه قال لي ان السي في بتاعك اكاديميك سي في ما فيهوش شغل ابلايد. يبقى هنا مشكله بقى، ان الواحد مش ضامن ان حياته كلها تبقى في مجال الاكاديميك والريسيرش والكلام ده. انت وارد جدا في اي وقت هتنزل بقى عايز تروح مصنع، تروح معمل في شركه كده يعني. فانت لازم يبقى عندك البيز الاساسيات الاول بتاعت شغل المصانع ومعامل الشركات والكلام ده عامل ازاي. فده مهم جدا، وعلشان كده الافضل من وجهه نظري انا كعبد الرحمن برضو انك تحتك بالمجال الطبي الاول. زي ما قلت لك مثلا لو هتشتغل رب في شركات المستلزمات المعامل مثلا، لو هتشتغل في مصنع ادويه اغذيه البان لمده سنه سنه ونص بالكتير، ما بقولكش تزود عن كده. وفي نفس الوقت اللي انت شغال فيه هتكون بتظبط اللغه بتاعتك، هتكون تدور على منحه بعد ما تاخد اللغه. ساعتها اقول لك ساعتها اقول لك بقى ايه، خلاص كده انت احتكيت بالمجال التطبيقي في السوق عامل ازاي، اطلع منحه بقى وانت مرتاح. طيب لو ربنا ما قررش اطلع منحه دلوقتي، مش هيأس وافضل اسعى في ان انا اقدم على منح حتى لو فات 5 6 سنين او اكتر من كده كمان، طول ما انا شغال بقدم على منح برضه. طيب انا كان نفسي اخد ماستر وانا شغال في شغل خاص، لا الاحسن كعبد الرحمن برضه هقول لك خد كورسات افضل، خش بقى ركز على الكورسات بتاعت الايزو بقى، شوف انت المجال اللي انت هتترمي فيه هيكون فين وحبيته، هو ده تبدا تاخد بقى فيه كورسات تاسسك فيه. فانت خد كورسات، والكورسات دي مش هتخسر معاك حتى لو خدت ماستر. لان انا يا فرحتي رحت سجلت الماستر، لان الماستر بيبقى والبي اتش دي شغلهم دقيق جدا، يعني احنا عايزين نشوف انتاج انزيم الاميليز مثلا من الباسيلس ساتلس او من ايه الميكروبات اللي بتنتج انزيم الفا اميليز مثلا، شوف الدقه في الشغل بتاعك هتبقى عامله ازاي. طب نفترض بقى ان انت بعد ما سجلت الماستر في الموضوع ده ربنا اذن ورحت شغلانه تانية بمرتب اعلى في مجال مثلا تاني، في شغل تاني ريليتد بالمايكرو بيرج بس في حته تانية، يبقى الماستر ده ساعتها يعني مش هقول لك مش هيفيدك خالص، لا اكيد هيفيد، بس مش زي ما هيبقى انت حاجه ريليتد بالتخصص اللي انت شغال فيه اصلا.